مرحب يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الخبيصة. حلو كتير، سهلة وسريعة وطيبة. عنا اول شي 3 اكواب مي، 3/4 الكوب سكر، نص كوب نشا. المي عيرتهم بالكوب اللي عيرت فيه النشا والسكر، 2 طعم ورد، 2 طعم زهر، وكمان عندي جوز لوز فستق حلبي. الفستق حلبي واللوز حمصتهم شوي بالفرن. اكيد في ناس كتير بيعملوها، اغلب الناس بيعملوها لهيدي الخبيصة بالجوز، بس انا حبيت زيد عليها لوز وفستق حلبي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط السكر، كمان بحط النشا، بحركهم مع بعض. بعد ما حركتهم شوي بهيدا الشكل، هلأ بحركهم تحريك مستمر على الغاز. على فكرة في شغلة بدي أقولها للمبتدئين، المبتدئين يلي بيعملوا حلو مثل كيف بدي أقولكم مهلبية مثل هيدي الخبيصة، كمان إذا عم تعملوها وطلعت رخوي شو بتعملوا؟ بتحطوا مثلا، نحنا حطينا نص كوب نشا، بتحطوا إذا طلعت رخوي شو بتعملوا؟ بتحطوا 2 ملاعق طعام مع مي مسقع بارد، بتحركوهن منيح مع بعض النشا والمي، وبتحطوهن فوقها، بترجع بتحركوا وبشد الخليط، يعني ما تخافوا طلعت رخوي وما زبطتوا من هيدا الشي. عرفتوا كيف؟ ما في شي معقد بالطبخ أو بالحلو، كل شي سهل. وفينا على فكرة نحط بقلبها مسكي، ما ضروري نحط بس إنه ما زهر وما وردة. عرفتوا كيف؟ حسب الرغبة. كمان بلش يتغير اللون شوي، يصير عشفاف. بسم الله، شدت معنا. هلا نتركها تغلي شوي، اكيد مع التحريك المستمر. شو بعمل؟ بحط المزهر والموارد، واو ريحة المزهر والموارد شو رائعة بالحلويات. بستمر بالتحريك شفتوا كيف تغير اللون. هلأ بحط المكسرات، كمان بحرك. واو شكلها كتير رائع. بعد ما حركتها منيح واشتدت صارت بهيدا الشكل تمطمط، هلا صارت جاهزة لنحطها بالصينية. بطفي الغاز، هلا بحطها بالصينية. ما شاء الله، هيدا شكل نهائي.
هلأ بتركها تبرد بحرارة الغرفة وبرجع بحطها بالبراد. بنحطها أقل شي بالبراد 5 ساعات، كل ما حطيناها أكتر بالبراد كل ما أفضل، وإذا حبينا بنحطها ليلة كاملة بالبراد أفضل، بس أقل شي رح نحطها 5 ساعات بالبراد. هيدي الخبيصة بعد ما حطيتها بالبراد 5 ساعات لنشوف كيف طلعت مع بعض. بسم الله، واو طلع كتير بتمط مثل الملبن. بسم الله، شفتوا كيف؟ هيدي الخبيصة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى تعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.